وإلى طقس الإمارات، حيث تشكلت نهار اليوم بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي للدولة وتركزت على إمارة الفجيرة والمناطق المجاورة لها، بالإضافة لمدينة خرفكان، حيث ساهمت السحب في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي غدا صباحا، ويكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام. وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة. ومثل ما نلاحظ سحب الكوس بدأت تتدفق اليوم،